أحمر على فتاوي كتير بنقابلها في حياتنا، جزء كتير منها من الأزهر ودار الإفتاء المصرية وغيرها، وجزء تاني من السوشيال ميديا وبرامج الشيوخ مدفوعة الأجر اللي كتير منها بتثير الجدل. النهاردة هكلمكم أكتر عن بيزنس الدعوة والشهرة، عن الدعاة أصحاب الفتاوى المثيرة واللي تعودنا منهم على كسر المألوف في الأحكام. تفاصيل: قررت النهاردة تخترق ملف الدعاة في الأمور الشاذة وفي الفتاوى الشاذة اللي بتواجهها وبتواجه مجتمعنا. خليكم معايا وبرنامجكم تفاصيل. ورجعنا لكم تاني، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم تفاصيل. ومعانا انضم لينا ضيوفنا في الاستوديو الدكتور مصطفى راشد، مفتي الجاليه الاسلاميه في استراليا ونيوزيلندا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. والداعيه الاسلامي الشيخ عماد رفعت، اهلا بحضرتك. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بيكم، شرفتونا. موضوعنا النهارده عشان ما اطولش عليكم، احنا عندنا اسئله كتير جدا لفتاوى حضرتك افتتها، والناس في ناس موافقه وفي ناس رافضه، فاحنا محتاجين حجه حضرتك او تثبت لنا مدى صحه كلامك من واقع الكتاب اللي احنا معترفين بيه، كتاب الدين، كتاب القران الكريم والاحاديث والسنه. ومعانا الشيخ عماد عشان يكون هو يعني اقوى مني في الردود على حضرتك، او ان احنا نوصل لحاجه نفهم منها كل اللي احنا عايزين نعرفه النهارده. اول سؤال للدكتور مصطفى، حضرتك قلت ان تعدد الزواج او الجمع بين زوجتين حرام، ايه ادلتك على كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا النهارده 6 اكتوبر 2018 ده عيد النصر، فانا بهني الشعب المصري والشعب العربي وقواتنا المسلحه بعيد النصر. اولا كل عام وحضرتك بخير. كل عام وانتم بخير. بالنسبه لفتوتنا اللي هي تعدد الزوجات، استندنا للقران. انا دائما استند، انا عندي 29 كتاب بستند في كل كتبي للقران الكريم والاحاديث الصحيحه، وبكرر الاحاديث الصحيحه لان هو ده الحاكم بتاعنا وده ايماننا، القران والاحاديث. فلما نشوف القران بيقول ايه، هنلاقي الايه 3 من سوره النساء بتتكلم: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. تمام، يبقى الايه اولا الا تقسطوا. الا تقسطوا، بص بص انا بتكلم صح بس انت لا انا قلتها صح. انا قلتها صح. لا انت قلت تقسطوا، هو بيتقسط. بص هطلع لك 100 غلطه وانت بتتكلم. هذا قران. اللغه العربيه مطلق ولا نسبي؟ يا حبيبي هذا، يا حبيبي هذا قران. طالما انت عايز تتكلم حضرتك الى المشاهدين، القران غير اي كتاب في الدنيا. انت مش ازهري عشان كده مش هتعرف، غير منزل، مش هتفهم اللي بقوله. اي كتاب في الدنيا غير منزل، نلخبط فيه براحتنا. اما القران يجب ان نقراه كما انت مش على انا بسالك، ما ترد السؤال صح كده ولا ايه؟ اللغه العربيه، قواعد اللغه العربيه تقصده ولا تقصده؟ لا انا هقول. طب نكمل بس عشان الاجابه نسبيه ولا مطلقه؟ ومن قال انك ستستطيع ان تكمل الحلقه في الاساس معي؟ قواعد اللغه العربيه نسبيه ولا مطلقه؟ يا حبيبي اقرا القران، طالما انت بتاع لغه عربيه اقرا القران قراءه صحيحه. انت بتعرف تقرا؟ انت مش ازهري. القران قراءه صحيحه. ازهري تقرا الاول عشان خاطر، معلش لا استطيع ان ارى القران يقرا خطا واسف. حضرتك انت بالنسبه لك انت ما بتعرفش قراءات. طيب بس كده. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يبقى هنا اشترط العدل في مين؟ في اليتامى. الآية بتتكلم عن يعني مجموعة محددة، لأن وقتها كان في نسبة عالية بعد الغزوات من اليتامى، فكانت الآية بتقصد إن يبقى في عائل ليهم. خلاص؟ فده سبب رئيسي في التعدد أولاً، وبشرط العدل. فالكثير منهم قالوا إن إحنا نقدر نعدل. بعدها جاءت أو تعددت الشكاوات من بعضهم لسيدنا النبي، فنزلت الآية الثانية بعدها على طول 129 من نفس الصورة. قالت إيه؟ سورة النساء. حسمت المسألة، قالت: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. خلاص، يعني ده نفي ونهي إن حد يقدر يعدل. ومع ذلك أنا قلت الكلام ده، ومع ذلك في استثناء إن أي شخص متزوج وزوجته موافقة أو عندها مانع للمعاشرة من حقه يتزوج، لأن في أسباب ليه شرعية. ده رأي أنا بقوله، بتدبر القرآن. اللي يعجبه رأيي أهلا وسهلا، اللي مش عاجبه رأيي أو اللي هو شايف إنه غلط يقول لنا والله رأي غير صحيح. حضرتك يا شيخ، وعلى رأسي من فوق. حضرتك يا شيخ عماد بعد إذنك ترد حضرتك عليه بقى.
على الآية وتفسير الآية، هل هو ده التفسير الصحيح للآية؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أولا ما قال أحد من العالمين بهذا الكلام قط، لم يكن أحد من العالمين لا من أهل العلم المعتبرين ولا حتى طوالب علم بهذا الكلام. العدل الذي يتكلم عنه نوعان، العدل الذي يتكلم عنه نوعان، عدل يخص القلب ويخص المشاعر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك، ماشي كده. أما العدل الذي يخص المال والأعطيات هذا عدل، والعدل الآخر اللي هو ميل القلب، لذلك قال ولا تميل كل الإيه كل الميل. الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وإيه ورباع. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيناقض نفسه؟ لا يناقض نفسه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل فيما نستطيع اللي هو في النفقة والمعايشة وكل هذا. أما العدل الذي هو يعني بخصوص القلب، هذا الذي لن يستطيع عليه إيه حتى أي رسول إنسان. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا قسمي فيما أملك اللي هو الايه النفقه، فلا تؤاخذني فيما ايه لا املك. الموضوع بسيط خالص يا انا مش هعلق عليه عشان لو عندك كتير. تعليق مفيش مشكله، ما هو عندي تعليق. هو بيتكلم بيفسر العدل، هو بيفسر العدل حضرته بتفسيرات من رؤيه بعض الفقهاء. طب ما دول بشر، انا بتكلم في قران، انا بجيب ايات قرانيه بقول طب الايه بالنسبه بتقول. طب بالنسبه ما بقولش رايي ولا بفسر تفسير قد يكون صحيح او قد يكون خاطئ بالنسبه للعد، هو فسره بتقسيمات. من قال بهذا الكلام؟ ده كلام فقهاء. المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا مثنى وثلاث ورباع. ايوه ما هو احنا قلت اهو، قلت ان الايه قبلها كانت بتتكلم عن اليتامى، فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. الا تقسطوا في اليتامى، الا تقسطوا في اليتامى. امال انا بقول ايه؟ بتقول تقسطوا، هي التقسيط. انت عارف قراءاتها، درس قراءاتها. ما هي دي مشكله اللي مش ازهري، عشان كده خلينا في موضوعتنا الازهري. بص لا 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 مش ازهري، ما هي دي مشكله. انا دي مشكلتكم صاحب علم. طبعا صاحب علم، اما تجيبي حد انا قلت لك صاحب علم والله. ايوه بقرا تقسطه، يبقى عارف قراءات. ما يقعدش يعلق وهو ما يعرفش لغه عربيه. انا لو سالت سؤال في اللغه العربيه اتحداكي لو جاوبه دلوقتي على الهوا. اتفضل يا شيخ. تحب اسالك سؤال في اللغه العربيه قدامها على الهوا اهو. انا احب تقرا ايتين من القران يا اخي. يا اخي ما انا بقول ايه من ساعتها؟ ما انا بقول ايه من ساعتها؟ انت لسه قرات بعد اذنك يا شيخ حماد. بعد اذنك يا شيخ حماد بقول لك انا بسالك سؤال باللغه العربيه. الدكتور مصطفى، الدكتور مصطفى ليه فتوى ثانيه بتقول ان الحج في الوادي المقدس طوى اعلى درجه من الحج في مكه، في طوى اعلى في جبل الطور اللي هو الوادي المقدس في جبل الطور اعلى درجه من الحج في عرفات. دليل حضرتك برضو في الفتوى دي على ايه؟ بيستند على ايه؟ حاضر، زي ما قلت كل شيء مرجعه للقران الكريم او الاحاديث الصحيحه. انا لا باخد تفسيرات الفقهاء ولا اراء حد، انا عمادي هو القران والاحاديث الصحيحه، هذا ما نؤمن به. طب اوكي، ما انا مع حضرتك. انا بقول لحضرتك انا بكمل انا بكمل انا بكمل. اتفضل. الحج لمكه فرض لا نقاش في ذلك، لكن الوادي المقدس طوى بنص القرآن هو أقدس أو المكان المقدس الوحيد على وجه الأرض. من قال ذلك؟ القرآن. على سبيل الحصر، ثلاث آيات على سبيل الحصر، ما فيش غيرهم وردوا في القرآن، لم يرد في القرآن غيرهم ولا في أحاديث أن هذا هو المكان المقدس. الآية اللي هي بتقول فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، والايه الثانيه اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، والايه الثالثه يا قوم ادخلوا الوادي المقدس. ثلاث ايات ما فيش غيرهم حصر بيتكلموا ان هذا المكان مقدس. مقدس ولكن هو مش للحج. اكمل بس، انت مش ما هو في انت جايب حد ينظر. لا لا خلاص. الايه الثالثه قصدي الايات الثلاثه دول بيتكلموا ان ده مكان المقدس، ما فيش ايه ثانيه بتقول ان في مكان مقدس على وجه الارض. لما اتكلمت عن مكه قالت مبارك او طاهر الى اخره. لما الاقي الايات بتتكلم بالشكل ده، وبعدين ربنا بعظمته وجل شانه يختار هذا المكان دونا عن سائر الارض ولا مكه ولا اي مكان اخر عشان يظهر فيه يتكلم فيه، يبقى المكان ده له خصوصيه لازم افهمها. امال يعني ايه اتدبر القران؟ فربنا اختار المكان ده تحديدا يظهر فيه، احنا مش عارفين قيمه المكان اللي عندنا، ويتكلم باللغه المصريه كمان القديمه. ده مش كده وبس، لا ده ربنا كمان خاص الصورة اسمها سورة الطور. الصورة ديت ربنا بيقسم فيها، أول قسم بالطور أو الآية، وكتاب مسطور الآية الثانية، في رق منشور الآية الثالثة، والبيت المعمور رابعة. يعني
طور اولا في القسم مكه رابعه. الطور او الوادي المقدس صوت ذكر في القران اكثر من 14 مره، مكه ذكرت مره، مع احترامي وتقديسي وتكريمي لمكه، لكن ده القران. انا مش انا اللي اقول لا اكمل معلش ما في ادله. طب اتفضل. بس اديني وقتي زي ما اديتي له وقتك. لا هديلك وقتك وبعد اذنك هو مش هيقاطعك. تمام. لا بقطعش حد. لا انا بقول له هو هيقولها للدكتور مش هيقاطع حضرتك. ده مش كده وبس، لا ده احنا نيجي نشوف نلاقي كل الانبياء زاروا هذا المكان. وعلى فكره الحج يعني زياره او زياره يعني الحج في اللغه. كل الانبياء بالكامل بما فيهم سيدنا النبي زاروا هذا المكان. سيدنا النبي زاروا كمان قبل ما يروح ما يحج في مكه. طب المكه زارها سيدنا النبي وسيدنا ابراهيم. طيب ده كل الانبياء بلا استثناء زاروا الوادي المقدس طوى. طب وده دليل؟ انا بقول الادله، بعدد الادله. تمام خليه يقول. لا انا بساله ده دليل يعني ولا لسه؟ انا بس عايز افهم. انا بفهم. بعدد الادله. تمام. سيدنا موسى استلم الواح الشريعه في نفس المكان. هذا المكان لاول مره نلاقي فيه اتفاق بين اليهوديه والمسيحيه والاسلام على تقديسه. الاديان الثلاثه بيقدسوا المكان ده. هذا المكان المكان الوحيد على وجه الارض الذي لا يدخله الشيطان، وعشان كده اللي يدخله لازم يخلع عليه انه مكان مقدس. طيب انا بقول اهو فلازم نعرف قيمه هذا المكان اللي كمان فيه ايه؟ فيه الشجره المباركه المعجزه الباقيه القائمه حتى الان. اللي حاولوا يزرعوا زيها خدوا فرع وزرعوه في مكان طلع حاجه ثانيه في مكان ثاني، فقالوا يمكن عشان نفس التربه، جابوا زرعوا في نفس التربه برضه طلعت حاجه ثانيه. المكان ده احنا مش عارفين قيمته. المكان ده يجب ان يعد للزياره للاديان الثلاثه. في حد من الشيوخ يعني متضامن مع الموضوع؟ انا بص حضرتك انا من رجال الدين اما بتدبر لازم وبقول رايي. اتفضل. طب اما بتدبر طب ممكن رأي. يرد على طب ما انا بقول لحضرتك انت سالتيني سؤال. لما بتدبر في القران واقول رايي انا مش بستنى مين قال او مين ما قالش، لان ده قران. القران ده ما انت كده حضرتك هتغيب. انا طب انا لازمتي ايه؟ لا اتفضل. ما تقعدي حضرتك تتكلمي معايا. لا لا حضرتك اتفضل رد. انا حابه حضرتك خلاص لما ينتهي مش اتفضل. خلاص بلاش اكمل. طيب حضرتك لا كمل نص. لا خلاص اتفضل. خلاص حضرتك كملت كده. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. كل هذا الكلام الذي سمعناه لا يساوي مثقال ذره في ميزان اهل العلم، لا دليل من كتاب ولا من سنه على هذا الكلام. اما بالنسبه لقوله ادخلوا الوادي المقدس، الوادي المقدس في فلسطين مش في الطور يعني. لا ماشي لا كده. لا 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 تفسير. اما سيبنا حضرتك ما قطعتكش. ماشي. ما قطعتكش. باجماع اهل العلم ان الوادي المقدس ده فين؟ في فلسطين. يبقى على كده نروح لحج الايه؟ لفلسطين، لانه قال الوادي الايه؟ المقدس، صح كده؟ اما الامر الثالث يجب ان نوضحه، اي انسان على وجه الارض ممكن جدا ان ياتي يجلس على هذه الترابيزه ثم يتكلم في الثوابت وفي الامور التي اتفق عليها الاسلام واتفق عليها المسلمون. سهل جدا. هل ربنا سبحانه وتعالى ترك الامر كده؟ لا ما تركش الامر كده. وما ربنا وضح لنا ضابط يحمي الاسلام ويحمي الشريعه. ايه هو الضابط دوت؟ قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اسمعي بقى، ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمشاهد يسمع منا لان دوت ضابط مهم جدا بتحكم من خلاله كيف تعرف الهرطقه والزندقه من كلام الله تبارك يعني وتعالى. اللي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت طبقت الايه عليا، ده انت اللي تهرطق وتزندق وطبق الايه على نفسك. انا لا يا انا ما قطعتكش. نو يا انا ما يعرف هو بيقول ايه. ومن يشاقق الرسول لو واحد مش فاهم بيقول ايه بعد ما تبين الايه. لسه العصبيه جايه. يرد عصبيه. انت عايز لسه تتعصب اكتر. انا اقوم استاذن. ما انا قلت لهم ما حضرتك كده ما عندكش قال انك يا استاذ مكرم حضرتك انك تخرج ما عندكش مكرم. اديني يا ابن الكلب. على الاعلام فين؟ ومن قال انه سيستطيع لا وده اسلام وده اسلام واللي انت بتتكلم فيه ده اسلام. حضرتك اسمعه ده ازهري مش ازهري. تحذير حضرتك صاحب علم يشتمني ما شتمكش حضرتك. امال مين اللي هرطق؟ بيرد حضرتك على اي اقاويل او اي ضال سيلقى نفس المصير من الخذلان والفضيح. اتفضلي اتفضلي شو بيشاور عليه. لن يستطيع مجالستك الشيخ. انت جايبه مريض اقسم بالله. لن يستطيع مناورتك بعد اذنك. بعد اذنك لن يستطيع مجالستي ولا يستطيع مناظرتي. ايه يا شيخ يا دكتور؟ لا يرقى لمناظرتي. هذه زندقه. رد عليه بالعلم. هذه هرطقه. رد عليه بالعلم اهو مش بالصوت العالي بالعلم وبيطلع عليه. رد عليه بالحجه. لا تستطيع مناظرتي. رد عليه بالحجه يا فندم.
اطلع فاضل يا جماعه هادي فاضل الشيخ. هذا اعلام. اين هو من اهل السنه؟ اتفضل اتفضل بقى باذنك رد عليه بالحجه حضرتك. انت حضرتك رد بالحجه، انا عايز اسمع رد بيطبقها عليا. المشاهد عايز يعرف رد حضرتك. ده هيهبها ده تعذيب لكل الناس. يا فضيله الشيخ اتفضلي، ده بيتكلم الكاميرا. اتفضلي طيب بيتكلم الكاميرا. نعم. انا عايزه الناس تستفيد من القعده دي بعد اذنك. انا عايز حد عايز يتكلم معايا لازم يكون عنده منطق علم. ما حضرتك اتفضل بس ايه ده ورد عليه بالحكم. هديك مجال لو السؤال ده يشتم. لو السؤال ده ياخد الحلقه كلها يقدر يتكلم في علم. هو ما شتمش ما شتمش رد عليه بالحجه. انا لم اشتم يعني رد عليه بالحجه وعمال يسب فيا بيتكلم اللي انا بعتذر انا بعتذر لك انا بعتذر لحضرتك انا بعتذر لحضرتك. اتفضل اتفضل وانا صغير الكلام. اتفضل يا دكتور. لا طبعا حضرتك مش صغير. اتفضل يا دكتور اتفضل يا دكتور. حرام وقت الحلقه دي من غير مشاهد ما يستفيد. لو غلطت تاني انا هستاذن. انا هكلم الجمهور يا دكتور. انا هكلم الجمهور. انا لم اقاطعه. لم عذرا لا مفيش لا 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 مفيش فاصل. عذرا لما اشتمك عذرا لا تقاطعني. مش هنطلع فاصل مش هنطلع فاصل. عذرا انا بكلم الناس. يا دكتور انا اتكلم ولم لو سمحت ما تدخلش فاصل. لا مفيش فاصل مفيش فاصل. لو سمحت لا أنا هكلم الجمهور. أنا جئت للمناظرة ولم أقاطعه. لا بتغلط. وأنا أقول قال الله قال رسول الله. لا هو بتغلط. قعد بعد ما كان هيمشي قعد. يا دلوقتي يعني متشرب بعد كده تقدروا على مناظرتي. صدقني في أسئلة كتير قدها طبعا. أنت دارس أنت لا تقدر. طب فاصل فاصل يا جماعة بعد إذنكم فاصل فاصل. الأول يبقى عندك عقل. طلعوني فاصل بس أهدي الموضوع. طلعوني فاصل. وحدوا الله وحدكم. ورجعنا لكم تاني مع ضيفنا الدكتور مصطفى راشد والشيخ الجليل الشيخ عماد رفعت. أهلا بيكم. مرحبا. نقدر بقى نسمع الرد من حضرتك حاضر عشان حاضر. الجمهور قاعد متشوق للرد. تمام. بعد إذنك يا شيخ نزيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بنقول أن الإسلام والشريعة الإسلامية الله عز وجل حمل الإسلام من أي هرطقة ومن أي زندقة. يعني أي إنسان ممكن أن يأتي بأي هرطقة أو زندقة. الإسلام حمى والشريعة الإسلامية حملت بإيه؟ بقاعدة أصولية هنحتاجها مع بعضنا طوال حياتنا. القاعدة ماذا تقول؟ تقول قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اسمع بقى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومين قال لك بقى ان انا بتبع غير سبيل المؤمنين؟ خليك خلص بعد اذنك. قاطعني يا استاذ هاني ممكن ما نقاطعش. ويتبع غير ليه بتقطع على نفسك؟ نولي ما تولى. مش هنعمل حلقه كده يا دكتور. مش هنعمل حلقه كده يا دكتور. سعيد نفس الكلام. المشاهدين ما عادش حاجه لسه ما اتكلمش مش لاقي يتكلم. اللي انت حضرتك اتكلمت حضرتك اصبرني قاطعني. انا اتكلم بشكل عام عن قاعده عامه اقول ان الله اصل لنا وقال ان من يتبع طريق غير المسلمين. خلي الشيخ يكمل كلامه وهتقول غير الفقهاء. خليها خليك من اتبع طريقا وحده وخالف يده ايدك ورقه وقلم ورقه وقلم وهو بذلك يكون منافقا معلوم النفاق. اتفضلي مش حضرتك على مين؟ امال على مين ده البني ادم ده؟ لا هو فاهم بيقول ايه ولا ازهري؟ واللي حضرتك بتعمله ده ايه؟ مش ازهري ليه؟ وحضرتك ايه ازهري؟ انا هقولك عايز استاذ وحضرتك ازهري؟ قلت له اه طبعا. هات لي الكادر هنا هات لي الكادر هات لي الكادر. امال انا لابس ده ليه؟ اعطيني الكادر. هو باللبس هو باللبس اللي انت بتعمله ده اللي انت بتعمله ده ازهري؟ كل ضال سيلقى نفس الخذلان. انا ما بغلطش فيه وجهه زي ما هو كل علماني ضال كل واحد بيدنس الشريعه وتعدى على الاسلام والمسلمين سيبقى نفس المصير. هيهبها كده على طول. اي واحد جاي رجل علم رجل دين سيبقى نفس المصير. طب انا عايز اعرف اصلا حجتك انك مسلم اصلا يمينا حجتك انك مسلم وانت تطاول الجمته. الشيخ انسحب يا جماعه. لا ما تطلعش هاتني على الهواء. يهرب قائلا يا ليتني ما قبلته يا ليتني ما كلمته. ده ما لحقناش نكلمه ولا نواجهه ما عندوش حجه. يا بنتي من هذا حتى يستطيع الجلوس معي؟ اقسم بالله لا يستطيعوها ولا يقدروا عليها. حضرتك كنت اديني فرصه اكشفه ولا يقدروا عليا. يا بنتي لا يستطيع هو عايز يقرا. طب انا دلوقتي قاطعته هو عمل ايه؟ قاطعني. اقول لك ايه؟ متفق مع مين؟ انا سمعتها بتقول ايوه اللي حضرتك بتقوله ده. ايوه اللي حضرتك بتقوله ده. ايوه اللي حضرتك بتقوله ده. ان انت تكشف. اقول لك انك تجري ما عندكش حجه. لا تكشف. لان ما عندكش حجه ضعيفه. لان ما عندكش حجه غير الصوت العالي. تكشف جهلك. الصوت العالي. الصوت العالي. تكشف جهلك. حجتك الصوت العالي. تكشف جهلك حجتك الصوت العالي. حجتك الصوت العالي. ضعفك. تحذير لكل ضال سيلقى نفس المصير. مصير مين يا جماعه؟ طلعوني فاضي. ياتي هنا يجلس امامي سيلقى نفس المصير. هو ده يذهب كده. تحذير لكل ضال عظيم. مش عارفه اقول ايه ولكن انسحب الاستاذ مصطفى راشد
وبنشكره انه لبى الدعوه من الاول، ولكن هو من اول ما وصل الاستوديو من قبل الهوا هو خايف يطلع على الهوا اول ما عرف ان هيبقى في مواجهه مع الشيخ. وطبعا انا مش هقدر اقول حاجه لان هو مش موجود، انا لو هو موجود كنت اقدر ارد عليه. بعتذر لكم ونتكلم عن ديننا الصحيح مع مختص ومع الداعيه الشيخ عماد رفعت. بعتذر لحضرتك على اللي حصل. كلمنا بقى حضرتك على موضوع الاستاذ راشد بيقول ان الحجاب مش فريضه اسلاميه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في البداية يعني طبعا الناس كلهم شافوا. أنا حضرتك أعتذر لجمهورنا والله خالص معلش. أنا حضرتك الأول بس بعرف الناس قد إيه بنتنا الأستاذة شيماء فيها خير كبير، ربنا يبارك فيها. لما دعوني للمناظرة هنا وأنا علمت إن بنتنا غير محجبة أنا اعتذرت عن الحلقة. فبنتنا ربنا يبارك فيها لبست الطرحة طبعاً. بناء على رغبتي لأن أنا ما كنتش أحضر الحلقة اللي بها، فأنا بشكرها جدا وبشكر إدارة القناة. أنتوا فعلا ناس محترمين جدا يعني. أما فيما يخص المناظرة طبعا أنا جاي بأتكلم بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت فيه قاعدة مهمة جدا أستاذة شيماء، القاعدة دي لازم يعرفها كل مسلم، إن هذه القاعدة بتحمي الشريعة الإسلامية. لأن زي ما قلت كده إن ممكن أي واحد زي ما هو بيعمل كده يجي يشرب كوباية شاي ويطعن على الثوابت ويطعن على الإسلام ويطعن، لأن أعداء الإسلام إنما أرادوا الطعن على الإسلام إما بتشويهه أو بقذف الشبهات أو بطرح المسلمات على الترابيزة لجعلها تقبل الرد والأخذ، المسلمات اللي هي الثوابت زي ما بيتكلم كده في الحجاب وفي الحج وكذا وكذا. إيه هي القاعدة التي حمى الله عز وجل بها دينه وشريعته؟ قاعدة مهمة اعرفيها اللي هي إيه والناس تعرفها. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، الشاهد هنا بقى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ بيقول أن الله عز وجل قال: من يشاقق النبي، أي من يكون في شق، ودين النبي في شق آخر. طيب علامة اللي بيشاقق النبي اللي بيحارب الشرع ده علامته إيه؟ أم القرآن قال لك ده علامة مهمة جدا. إيه هو علامة المنافق اللي هو زي اللي كان قاعد قدامنا دوت؟ أنه يبتغي غير سبيل المؤمنين، يعني تلاقي المؤمنين في جانب وهو لوحده فين؟ ما أنا سألت قلت له في حد اتفق مع حضرتك قلتي في الفتاوي؟ قلتي بفطرتك في الحجاب ولا يستطيع أن يرد. السؤال: إذا قلبت صفحات التاريخ من أيام أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا، هل تجدي فقيه واحد رباني قال بعدم فرضية الحجاب؟ طب إذا قلبت صفحات التاريخ هتجدي من أيام سيدنا النبي ومن أيام الصحابة فقيها واحد قال إن الحج في جبل الطر؟ لا خالص. هل وجدتي هذا؟ إذا هذه هرطقة وزندقة. علامة الهرطقة والزندقة أنه يتبع غير سبيل المؤمنين. بالنسبة لنصوص القرآن اللي هو جابها معلش عشان حضرتك لم يقل نصا للقرآن، يقول إيه؟ يقول الوادي المقدس. الوادي الإيه؟ المقدس. طيب ما هو الآية القرآنية بتقول ادخلوا الإيه؟ الأرض الإيه؟ المقدسة في فلسطين. نروح نحج فلسطين؟ طب ده في جبل الطور وده فين؟ في فلسطين. أما عن فضل مكة فحدثي ولا حرج، جعله الله عز وجل قبلة للمسلمين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج إيه؟ جبل الطور ولا حج الإيه؟ حج البيت. حج البيت. لم يكن أحد من العالمين بهذا، هذه هرطقة وزندقة تعلمها من أسياده، من أسياده هناك في الغرب. طب معلش هو مش موجود، مش موجود فيه تفرج حضرتك رد بس. إذا القاعدة تقول، القاعدة تقول أن الله عز وجل أصل لنا فقال: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الإيه؟ المؤمنين. يبقى إذا وجدت إنسان في جانب وإجماعات الأمة في جانب آخر هذا علامة على الهرطقة والزندقة والإيه؟ والنفاق. من أول الإسلام إلى الآن هل سمعت أحدا، هل سمعت أحدا يقول بأن الحج في جبل الطور؟ سمعت أحدا يقول بأن ما فيش حجاب في الإسلام؟ لا. طب سمعت حد بينكر الصوم؟ ده بينكر الصوم. لا حضرتك، هو كمان بيقول أن البخاري ومسلم كتب غير موجودة. جميل. طب صلى على النبي، قولي عليه الصلاة والسلام. ده بيقول على البخاري ومسلم إيه؟ أيوه. ده بيقول لك على البخاري ومسلم مش عايز أقول أكتر صنيعة يعني. يهودية وأن البخاري ومسلم أساسا مش إيه؟ مش موجودين. مش موجودين. طيب وبيدعي بيقول ايه بقى؟ بيقول في البخاري ومسلم ان المسلمين بيقدسوا الايه؟ البخاري. طيب الجهله المزورين بيستغلوا جهل الناس بعلم الحديث ويقولوا البخاري ومسلم. طب اديك مفاجاه، اديك مفاجاه، اتفضل ادي المشاهدين مفاجاه. يا ريت. اتفضل. جميل. احنا عندنا 7032 حديث البخاري ومسلم، ماشي كده؟ 7032 وكام و30 حديث بالنسبه للايه؟ للبخاري
بالنسبة للبخاري عذرا. خلاص، ال 7032 حديث مقطوع بصحة هذه الأحاديث قبل ما يتولد البخاري أصلا. احنا عندنا 118 مصنف في الحديث قبل البخاري اصلا، اللي هو بيقول لك البخاري اسقط البخاري اسقط البخاري. طب وانت لو اسقطت البخاري هتسقط 118 مصنف قبله؟ على راس ال 118 مصنف عندك مصنف سفيان الثوري وابن جريج ومعمر بن راشد وابن طهمان والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وكيع بن الجراح ومالك بن اسد ومالك ابن انس وابو حنيفه النعمان والشافعي واحمد بن حنبل. كل دي مصنفات، 118 مصنف قبل البخاري ومسلم، قبل البخاري ومسلم. ال 7000 حديث و 7032 حديث يا أمة الإسلام مقطوع بصحة الأحاديث قبل البخاري ما يتولد أصلا. البخاري مات 256 وعمل كتابه سنة 216 هجرية، وال 7000 أحاديث كان المسلمين عايشين بيهم يتناقلون الأحاديث ويعملون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، و 118 مصنف. أمال قصة إيه البخاري؟ قصة البخاري أن الأمة اعتمدت كتاب البخاري لأنه كتاب اعتمد الصحيح فقط. الكتاب اعتمد الصحيح إيه؟ فقط. بينما كتب اخرى اعتمد اتت بالصحيح وبالايه بالضعيف. هو بيقول لك ايه ده، الناس بتقدس البخاري ومسلم. طالما البخاري قال صحيح المساله مش كده خالص. المساله هي ايه؟ لما نتكلم في معلومه تخص الجغرافيا، فايه حضرتك تقولي كلام وانا اقول كلام، نقوم يطلع واحد يقول ايه، نرجع للموسوعه العالميه الجغرافيه. ده نعرف صح كده، ده اللي الناس كلها تعرف. اه جميل، يبقى الموسوعه العالميه الجغرافيه هي اللي اخترعت المساله؟ لا، ولكنها مصدر موثوق فيه. البخاري ومسلم اجمعت الامه كما قال النووي في شرحه على المسلم، اجمعت الامه على ان اصح كتاب بعد كتاب الله العزيز هو البخاري وايه ومسلم. طب تعالي لما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام هقول لك كلام صعب يفهمه، ده صعب. انا بقول عندي عيب مش موجود يا شيخنا، انا بقول ما قلتش اسم بقى. صلى على النبي، صلى على النبي قول عليه الصلاه والسلام. ربنا سبحانه وتعالى من ضمن ال 118 او ال 120 مصنف، ربنا سبحانه وتعالى اجتبى واصطفى البخاري ومسلم وجعل لهم ايه؟ شهره. نسال ربنا ليه؟ لا يسال عما يفعل. انت ربنا جعل لك، احنا عرفنا ربنا بالعقل. جميل، انت ربنا جعل لك قبول في قناه، ها نسال نقول ربنا ليه؟ ربنا اجتبى واصطفى، ربنا اجتبى واصطفى البخاري. طب ايه الاسباب التي جعلت البخاري ومسلم لهم قبول؟ البخاري بقى تحديدا نتكلم عليه. صلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. هناك انواع من انواع التبويبات عند اهل الحديث، ماشي كده؟ يعني لما بيجي اهل الحديث بيدونوا الحديث لهم اكثر من ايه؟ من طريقه. عندك تبويب موضوعي حسب الموضوعات اللي تخص الايه؟ المسلمين، وهناك ترتيب احاديث على حسب المسانيد، على حسب الايه؟ المسانيد، يعني ياتي بروايات الصحابه ثم 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 بعد ذلك تصنيف حسب درجه الحديث من صحه وايه وضعف. البخاري عمل ايه لما جه صنف البخاري؟ اختار اسهل حاجه، فصنفه موضوعيا حسب الموضوعات التي تهم جموع الايه المسلمين، فبقى سهل ويسير ينتشر بين الايه بين الناس. انت عايزه حاجه عن الحجاب هتلاقي ايه؟ هتلاقيها سهله. عايزه حاجه عن الزكاه هتلاقي ايه؟ انا دايما بقول انا بصدق المصحف. طب تعالي بقى شوفي الدقه، هل علماء الامه قالوا تعالى يا بخاري ومسلم كده قبلناك وخلاص؟ لا، ده مر على عشرات الالاف من العلماء واجمعوا عليه. شوف الدقه بقى، صلى على النبي قول عليه الصلاه والسلام. تعال عندنا 1675 راوي عند البخاري، اكتبي معايا الكلام ده صعب على امثال ما لا يفهمون ولا يعقلون. 1675 راوي عند البخاري في المسانيد في الحديث المسند، 1675 على مراتب. المرتبة الأولى اللي هي الصحابة، عدد الصحابة 191، اكتبي 191، يعني بنسبة 11% من إجمالي 1675. المرتبة الثانية عند الثقات، الثقات عددهم 1167، اكتبي 1167، دول الثقات يعني بنسبة 78% وستة من عشرة. المرتبة اللي بعدها الصدوق، دول خمسة عددهم خمسة بنسبة 12% من نسبة 1675. عند المرتبة اللي بعد كده الصدوق يخطئ، ده عددهم 33 بنسبة 2%. المرتبة اللي بعد كده المقبول عددهم 62 بنسبة 4%. وبعد كده عندي الضعيف 15 وعندي المجهول 2، يبقى المجاريح عند البخاري 17 من 1675. جميل، تعالي شوف النسبة المئوية، عدد الرواة دون الصحابة
عندي 1484 راوي و191 صحابي، الثقات 912، الثقات 1167 راوي بنسبة 78% و6 من عشرة. نسبة العدول في الصحيح عند البخاري 1675 بنسبة 98% و9 من عشرة. 98% علماء الأمة كلموا على البخاري، يأتي واحد لا يعلم كوعه من كرسوعه ويتكلم عن البخاري. معلش خلاص بقى هو مشي وانسحب ومش قد المناظرة. اسمعيني، نسبة الدقة قد إيه؟ 98% و9 من إيه؟ من 10. اصبري أنا معاك. عدد المجروحين عندنا قد إيه؟ 15 زائد 2 17. عدد المجروحين في رجال الصحيح ال 17 في نسبة عدد الرواه يعني نسبة 1.14%، 1%، 1%. ده علشان ما فيش كمال غير لله. نسبة المجروحين إلى جملة رواة الصحيح، لا عذرا كمان ثواني خلاص أنا خلصت، يبلغ عدد أحاديث الصحيح البخاري 7032 حديث. جملة مرويات خلاص أنا بشطب بقى ثواني. جملة مرويات المجروحين 23 حديث، يبقى عندي 7009 حديث بنسبة 99% وستة من عشرة. التلاتة وعشرين الحديث المجروحين البخاري تابع منهم 21 وأتى برواه عدول علشان يوضح إن الراوي الضعيف مش كل مروياته ضعيفة. اتبقى عندي في البخاري حديثين اتنين بس، حديثين اتنين بس من 7032 حديث، حديث يخص اسم فرس سيدنا النبي وحديث اخر. لتبقى نسبة تصل النسبة الى 99% و97% عشان ياتي واحد لا يعرف كوعه من كسوره ويتكلم في البخاري. هو انسحب لانه ولا يستطيع مواجهتي ولا يقدر علي ولا مواجهه حد، ليس تكبرا ولا مواجهه. هذا حال اهل السنه، لا يقدر واحد من اهل البدعه على مواجهتي ابدا. فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ عماد رفعت، أنا كان نفسي تكون مناظرة بجد ويقدر يواجه ويقدر يرد، لأن أنا عايز أقول لحضرتك إحنا عايزين نوقف النماذج دي، لأن دول بيتكلموا باسم الدين في كل مكان وخارج مصر. فللأسف هو الحلقة، أنا بعتذر لجميع السادة المشاهدين عن اللي حصل، كان نفسنا تكون مناظرة ونتكلم فيها عن الدين ونوضح فيها وجهة النظر ونعرف نرد حق الرد فعلا. للأسف هو انسحب ما كانش قد المواجهة أو هرب زي ما يكون، ولكن نوعدكم إن إحنا نقدم لكم حلقات هادفة ونكون إعلام على قد مسؤولية وإرضائكم. وبعتذر مرة تانية لجميع المشاهدين وللقناة ولكل الناس، وإحنا كان هدفنا إظهار الحقيقة مش أكتر، لأن زي ما حضراتكم شفتوا حتى الرد ما كانش عنده حجة يرد بيها غير الصوت العالي. ربنا يهديه ويهدينا ويصلح حالنا جميعا. بتقدم بالشكر للشيخ عماد رفعت مرة تانية، بشكر حضرتك شكرا كتير الشكر، وبعتذر لك وبعتذر لك كتير قوي، وبعتذر لجمهوري، وانتظرونا وحلقة جديدة وتفاصيل.